السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنديروا التطبيق ديال هاد الراندا هادي، كناخدو الرشمة وكنخدموها بالراندا. إن شاء الله غنبدا معكم مراحل من الأول حتى الأخر، غنوري لكم الطريقة كيفاش ناخدو الرشمة غير من التليفون في حالة إلا ما كانش عندكم رشمة. بحال أنا هاد الرشمة هادي خديتها من التليفون وصيبتها ورشمتها وخدمتها. غادي ان شاء الله نوري لكم كيفاش حتى نتوما تاخذوا رشمه. بالنسبه للرشمه انا دابا صايبتها غادي نحطها لكم، غادي تهزوها، ولكن غادي نوري لكم في حاله الا بغا ديروا اي رشمه اخرى. غادي نوري لكم الطريقه كيفاش تاخذوا الرشمه كيف ما كانت كيفاش تطبقوها، ولكن غنخدموا على هذه. انا هذه راني خدامه فيها بالحق، باقا ما كملتهاش. غادي نبدا معكم التطبيق ديالها دابا من الاول في جلابه اخرى. نبداو بسم الله. بالنسبه لهنا انا كاينه الرشمه عندي، غادي نخلي هاد الرشمه وغنبدا معكم بحال لي يلا غناخذها من التليفون. المهم غادي نجبد انا الرشمه هنايا، بعد الحوايج اللي كنحتاجو حوايج بساط واي وحده ممكن يكونوا عندها في الدار، غناخذو بحال هكا شي طرف ديال الميكا. المهم بالنسبه لهاد الطريقه ديال الرشيم راه كل وحده والطريقه ديالها. المهم انا غنشارك معكم طريقتي اللي درت في هاد الزواقه هذه، ومن بعد ان شاء الله نجربوا طرق اخرى. المهم الطريقه اللي درت هنا، انا استعملت هاد الميكا هادي، هانتوما هاد الميكا راه شويه رليضه. هاد الميكا بحال دابا الا شريتو شي حاجه مغلفه بحال هادي ديال المضربه، انا كنت خديت واحد المضربه لبنتي وهاد الميكا لقيتها مغلفه بها وحطيتها هكا وقطعت منها الطيف. المهم كنستعملوهم بزاف، وفي حاله الا ما كانت عندكم هاد الميكا يمكن لكم تاخذوا الغلاف ديال الكتوبه، خذوا واحد بدرهم في اللون الابيض هو يمكن لكم تخدموا به، ولكن هذه تتكون شويه قاصعه يعني كتعاون اكثر. صافي غادي ناخذوا هكا شي هكا ورقه مسطره باش تعاوننا. صافي مسطره وستيلوات كيف ما كانوا غنخدموا بهم، سنتيم ضروري مقص ونبداو ان شاء الله. غادي نوري لكم اخواتي حتى العبارات، لان ماشي ساهل باش تهزي الرشمه، راه ممكن تهزي الرشمه ولكن تهزيها في واحد القياس ملي غتخدميه ما غيجيكش. بحال في هذه انا هزيتها في الاول، ولكن ملي جيت نخدمها جات في القياس ناقصه. المهم غادي نحط معكم العبارات باش الا بغيتو تهزوها تشوفوا العبار. هانتوما هذه راه يلاه جات، هي هذيك جات مزيانه. غادي دابا الا شفتوها في التليفون راه كتبان، ولكن خاصكم تشوفوا العبار ديالها شحال. هانتوما بالنسبه للعرض هنا من هاد الجهه هادي من جهه الكبالات عندنا هنايا العرض، هانتوما تسعود. انا غنسجل لكم هادشي هنا باش في الاخر غنحطو لكم. الا عبرتو من هاد الجهه ديال الكبيله راه تسعود، عبرتو من هاد الجهه هادي اللي داخله من هنا فيها 6.5 شفتوها، باش ملي تهزوها ضروري ملي تهزوها في الورقه خاصها تعطيكم الحساب. انا راني خرجتها في لامبريمونت يعني صورتها، ولكن ملي خرجتها ما تعطينيش العبار اللي انا بغيت نحط هنا. مره كتعطيني العبار عريض بزاف يعني ما يمكنش نخدمه بالراندا، ومره تعطيني العبار صغير يعني ما تيجيش. يعني احسن حاجه تخرجوا هي تخرجوا من التليفون وتشدوا هذا العبار هذا من التليفون اولا من البيسي. الا كان من البيسي راه احسن، يعني غتكون الشاشه كبيره غتحطيها وتخرجي عليها. المهم اخواتي تمشيو لهنايا للصوره اللي عندكم، انا غنجبدها هانتوما. هذه هي الصوره، نتمنى يكون واضح لكم. دابا الصوره حنا غنهضروا على هذه، ولكن نتوما هادشي يمكن لكم تطبقوه على اي زواقه بغيتو. المهم هانتوما ما عرفتش واش باينه لكم، هذه هي الرشمه. ماشي غير نخرجوا الرشمه بحال هكا صافي ونشدوا نصوروا عليها ونديروها، لا خاصنا نخرجوها في القياس اللي حنا بغينا. دابا هاد الزواقه قلنا حنا العرض ديالها من جهه الكبيلات خاص يكون عندنا 9 ديال السنتيم. هذه هانتوما الرشمه هي هذه، ولكن جينا نعبروا راه ما كايناش 9 غير 5 وشي حاجه، يعني ماشي هذا هو العبار اللي بغينا. غادي نشد، لا لاحظتوا الزواقه شدات الشاشه كامله يعني الشاشه صغيره، الا كان البيسي ولا الطابليت غيكون حسن. المهم هانتوما دابا غنجي لهنا غنشد غير النص ديالها، النص 9 يعني النص هي 4.5. غادي نبقى نكبر في هاد الرشمه غير النص. نتوما هذه هي الطريقه اللي ديرو، غادي نعبر حتى النص 4.5 هانتوما شفتوها، يعني غنشد على هاد القياس باش نصور. دابا غادي ندير غير النص وعاد غنصور عليه.
هانتوما دابا هذا هو القياس. هانتوما شفتو ملي تكبروا في الشاشه ديال التليفون عندكم، خذوا هاد العبار اللي عطيتكم 9، ولا كان التليفون صغير خذوا غير نص الزواقه، يعني ديروا 4.5. صافي غنجيب دابا الميكا، غندير هنا فوق هاد النص نحطوا الميكا، ولكن نبقاو ردوا بيننا النص يعني العبار اللي عندنا. هانتوما 4.5، نتاكدوا مزيان صافي ونشدوا هكا، نطراسي بحال هكا، تنحط الميكا وغادي نطراسي. نبدا من هنا، ضروري ندير هاد اللفه هادي يعني باش نعرف النص فين غندور، ونجي لهنايا نديرو شي ستيلو اللي يكون يكتب لينا في الميكا. كاين شي مرات شي ستيلو ما تيبغيش يكتب. هانتوما صافي كنبقى نطراسي بحال هكا. هاد الطريقه ديروها لاي رشمه بغيتو تاخدوها من الشاشه ديال التليفون، ديروا هاد الطريقه. المهم انا هذه هي الطريقه اللي درت، ممكن الاخوات تكون عندهم شي طريقه اخرى، مره مره نجربوا طريقه حتى نشوفوا السهله نبقاو نخدموا بها. كترشموا من بعد الا كان هاكا شي حاجه زايده اولا ناقصه راه كتبقاو تقادوها. صافي خليوها بحال هاكا وحبسوا. هانتوما خدينا دابا غير النص ديالها، نحيدو دابا التليفون. ضروري نديرو شي ورقه بحال هاكا مسطره باش كتعاوننا كنشوفو النص. هانتوما غنجي لهنا غنسطر واحد السطر، هاد المربعات راه كيعاونونا بزاف باش ناخدو القياس، وغادي نوري لكم حتى تقريبا هاكا حتى بالمربعات. الا بغيتو هاكا ترشموها وما عرفتوش القياس، هاد المربعات غادي يعاونوكم بزاف. دابا بغي نسطر انا هنا في الميكا واحد السطر الوسط، ضروري خاصني ندير هاكا شي ورقه مسطره باش تعاوني كيفاش نسطر. نجي لهنا غنحطها بحال هاكا، نقاد هاد الزواقه مع هاد السطر هذا، وغندير حتى انا واحد السطر هنا في الميكا. هانتوما لاحظوا اخواتي هنايا في هاد الرويس هذا خلينا غير مربع واحد. غادي نسطر دابا بحال هاكا واحد السطر في الميكا، راني حاطه الميكا من الفوق، ولكن هاد السطر اللي في الورقه هو اللي تعاونني باش ندي السطر مقاد. دابا هذه هي الرشمه ديالنا، بغيتو تعاودوها باش تبان عاودوها، المهم خليوها غير هكا. هانتوما دابا باش نجي للجهه الاخرى وندير بحالها في الجهه الاخرى، تنشد هاد الورقه وغنتنيها على جوج. ملي سطرنا دابا وعرفنا النص غنتني دابا هاد الميكا بحال هكا، ماشي نجيو للتليفون عاوتاني ونهزو النص الاخر، راه نقدروا نهزوها ولكن ما نهزوهاش نفس القياس. داكشي علاش نديرو هاد الطريقه باش نجيبو نفس القياس في الجهه الاخرى. صافي تنديرو النص بحال هكا، غنقلب الميكا لهنا. هاد الجهه الفوقانيه راه ما فيهاش الرشمه، غنحطها فوق التحتانيه وغادي نطراسي فوقها. بالنسبه لهنا الفي اخواتي صيبوها بالمسطره، غير في الاول تناخذوا الرشمه ومن بعد قادوا هاد الشويه ديروه بالمسطره باش يجينا مقاد. صافي دابا غندوز فوق هادي باش تجينا وحده من هنا وحده من هنا. ولا كانت شي جهه هكا خاسره قادوها. هنا نسيت واحد شويه هنا الوسط، غادي نرجع للتليفون وغادي ندير ماشي مشكل هاك ولا نسيتو شي حاجه غير رجعوا ليها، ولكن ديروا نفس القياس اللي درتو في الاول ديروه. نسيت هاد شويه اللي كاين هنا الوسط، لا ديروا غير بيدكم بلا ما تراجعوا التليفون، ديروا صافي. نعاود نثني هاد الميكا، صافي وندوز فوق، نحط شي حاجه باش تعاوننا بحال هكا.
نتوما من طبيعة الحال ما غيكون لا تليفون لا والو، غتحطو فوق شي طابلة مقادة. انا غير مع دابا بيني وبين هاد الورقة التليفون نقدر هاكا ما نصايبش شي قنيات ولا شي حاجة. نتوما راه غتقادوه مزيان، غتكونوا جالسين مرتاحين. صافي اخواتي هانتوما دابا ولات عندنا مقاد بحال هاكا، كاينه فهاد الجهه وفهاد الجهه. نعاودو هاد السطر للوسط، دابا عندنا هادي ها وحده غادي نقطعها دابا بحال هاكا. هي هادي دابا الرشوه هاي. دابا باش نديرو حنا القياس اللي بغينا في الثوق، حنا في الثوق بغينا نديرو 40 سنتيم او لا اكثر. غادي نحط دابا ها وحده غنخليها عندي، غنشد دابا الميكا غادي نقطع القياس اللي بغيت وغادي ندوز واحد السطر الوسط. دابا عبرو بالسنتيم شحال بغيتو نتوما في الثوق. بحال دابا انا هنا تقريبا ندير 40، غنديرو تقريبا 40، المهم غنقطع فوق 40 حتى ندير رشمه. ديك الساعة عينكم ميزانكم القياس اللي بغيتو خليه. غنشد هاد الميكا غنتنيها بحال هاكا على جوج وغادي نعاون بهاد المربعات اللي عندي هنايا. غادي نسطر واحد السطر الوسط يعني النص، ولكن غنسطر غنعاون بهادو بالمربعات اللي عندي في الورقة وغنسطر النص ديال هاد الميكا. المهم السطر يمشي مع الوسط. حيد هاد الورقة باش متغلطكمش هاد الرشمة اللي كاين هنا في الورقة. وضروري اخواتي ملي تبغيو ترشمو ديرو شي حاجة تكون قاصحة وغادية مقادة، يعني ما ديروش شي قلع الا كان فيه ناب ولا شي حاجة كيخليك ترشمي على راحتك. حتى هنا غنسطر واحد السطر باش نبقى نشد عليه حساب. هانتوما غنجيب دابا السطر فوق السطر هاكا ياك، نجيب الاولى اللي قطعت. هانتوما اخواتي هذه هي اللي قطعت، هي هذه الرشمه غنحطها ونجيب فوقها هذه. صافي الا بغينا نحيدو التسطيره ديال الورقه اللي لتحت غير نحيدوها. دابا كملنا غنجيب غير هذه بغينا نحطها، نحطها راه تعاوننا في الحقيقه. صافي نجيب بحال هاكا هانتو. دابا الميكا اللي خاويه ما فيها والو حطيتها فوق الرشمه اللي قطعت وغادي نطراسي على هذه كامله، غنطراسي بحالها. هاد البلاصه هادي نديروها بالمسطره باش تجينا مقاده. صافي غندوز عليها كامله. صافي كتردوا بالكم لا تكونوا هاكا نسيتوا شي حاجه. هانتوما انا رشمت وحده هنايا هي هادي. دابا بغي نزيد فوقها وحده اخرى، غنبقى نزيد تنكمل القياس اللي انا بغيت. كل وحده ودير القياس اللي مطلوب ليها. دابا غنجي لهنا، هادي هي التحتانيه هي هادي اللي قطعنا بوحده، هادي علاش كنبقاو ناخذوا العبار. غنجي لهنا غنشد هذيك فوقانيه ننزلها لتحت. ضروري اخواتي داك السطر اللي الوسط ضروري نحافظوا عليه يبقى غادي فوق الاخر. هانتو غنجي لهنا لفوقها ونقاد عباري مزيان. واخا هذيك الاولى كنا بديناها بحال البدايه ديال الفي، المهم نديو عليها بحال هاكا. غنجي لهنا
غنشوف هاد الرشمه ها نتوما هي هادي، هاد الخط هو هذا. غنجي نكمل معاه بحال هكا، وهاد الكبالة بحال هنا نكمل عليه الكبالة، يعني غنزيد الجزء الثاني الوردة الثانية بحال هكا. هاد الاول هذا غير مع الفي، المهم نخليو حنا داك الاول، نحطو هاد الرشمه نلاصقوها مع الاخرى نفس القياس، ونزيدو الرشمه الثانيه نفس الطريقه اخواتي. هنا غايبان لكم كاين هاد الاختلاف، غير التحتانيه هي اللي درنا هنا في البدايه ديال الفي، ماشي مشكل نخليو هادي بحال هكا، ونجيو نكملوا الرشمة ديالنا. صافي انا دزت لهادي، تهزوها بحال هكا غير تشوفوا لا تكونوا نسيتوا شي حاجه. صافي هذه الثانيه، ها انتم دابا ولاو عندنا جوج رشمات بنفس الطريقه اخواتي. غننزل عاوتاني الميكال تحت، ونجي لهنا عاوتاني، ضروري السطر الوسطاني، السطر الوسطاني راه مهم. غتجيو بحال هكا، غتشوفوا هذا الرويس هذا ما بينه وبين هذا السطر مربع صغير. صافي غادي نرشم ثاني فوقها رشمه اخرى، غنجي ثاني لهنا هانتوما هذا هو هاد العريش اللي داير بحال هكا لاصقة فيه هاد الكبيلة، تنجيو لهاد السطر هذا، وهنا كاين هاد السطر ضروري نجيبو هاد السطر هنا فوقو، فوق هاد السطر ضروري. صافي نكملو دابا الرشمة ديالنا فوقها مباشرة، نبقاو نرشمو بهاد الطريقة القياس اللي بغيتو. دابا بنفس الطريقة غنبقى ننزل عاوتاني ونرشم. هانتوما اخواتي راها هي عندي انا مرشومة هنا، غير بغيت نوري لكم الطريقة بالضبط. هاي بنفس الطريقه كيف ما درت هنا درت هنا، غير هادي كتبان حقاش عاودت فوقها المره الثانيه ملي بغيت نرشمها في التوب، عاودت فوقها ولات باينه هكا بالستيلو. ها انتم هي هادي. بالنسبه لهاد الرشمه راه غادي نحطها لكم اخواتي، ما غاديش تمحنوا بزاف تبقاو تهزوا من التليفون، غادي نحطها لكم وغادي غير تهزوا عليها وتخدموا. ها انتم بالنسبه للاخوات اللي تواصلوا معايا في الواتساب غادي نلوحها لكم حتى في الواتساب. هذه هي الرشمه ديالنا اخواتي، وهذه هي الطريقه كيفاش ناخذوها. تاخذوا الاولى اللي هي هذه، كتصايبوها بالطريقه اللي وريت لكم، كتقطعوها وكتشدوا هذه الميكا، كترشموا الاولى بحال هكا، وكتنزلوها عاوتاني ترشموا الثانيه، تنزلوها عاوتاني ترشموا الثالثه، تتبقاو بحال هكا حتى كديروا القياس اللي نتوما بغيتوا. المهم هذه هي المرحله الاولى. المهم انا بلا ما نبقى نكمل في هذه غنضيع الوقت، انا غنجيب هذه راها اختها وراها نفس القياس. غادي نجيب دابا التوب، غادي نكمل معكم كيفاش نحطوها فوق التوب. ضروري خاصكم تاخذوا هذا التوب هذا ديال حياتي، راه رخيص 260، كتاخذوا مترو كتخدموا به شحال من بياسه. غناخذ بحال هكا الطرف طويل، انا راني قطعته على شحال من مره، غناخذوا بحال هكا الطرف باش نحطوا عليه بحال هكا هاد الرشمه هذه اللي عندنا هنا. المهم ها نتوما اخواتي دابا بغينا نحط هاد الرشمه في هاد التوب هذا ديال حياتي. غتجيو لهنا باش تحدوا فيه النص حتى هو، غتجيو لهنا غادي تشوفوا النص فينا هو تقريبا بحال هكا، غتجيو لهنا وغتسلوا واحد جوج شعرات غير باش تعرفوا النص، غتجروا واحد جوج شعرات بحال هكا، تشدوا جوج خيوط حدا بعضياتهم، هانتوما كتبقاو تجروا بهم هاد الطريقة. خيط قطع دب راسو، المهم انا غنجر خيط. هانتوما تيبان النص، هانتوما اخواتي دابا ملي حددنا النص ديال هاد التوب هذا، يعني كنجر واحد الخويط من هنا ولا جوج باش كيتحدد لينا النص ديال هاد الزواقه هي هادي. غنجيو دابا الرشمه ديالنا غنحطها، وغنجيب هاد الخط اللي الوسط مع الخط اللي سلينا، داك الخط اللي سلينا غنجيبو مقاد معاه، غنبداو من البداية بعدا من هنا غنجيو لهنا، هذا هو النص مع النص ديال الرشمه، وغادي نشد بفنيتات هانتوما
خاص الوسط ديال الرشمه يمشي لينا مع النص ديال التوت، نقادو بحال هكا، نقادو الوسط ديال الرشمه مع الخط اللي سلينا ديال التوب، نشد عاوتاني هنا في فنيته، تنشدو غير من هاد الجهه خارجه على الرشمه، ما نقيسوش الرشمه، هانتوما بهاد الطريقه نجر عاوتاني، نجي لهنا نتاكد بان النص فوق النص ديال التوب، ونشد عاوتاني هنا، راني مازال اخواتي هنا محطيتش البابي كربون، مازال حنا تنحطو بعد الرشمه نقادوها مزيان باش ملي رشموها ما تجيناش عوجه لهنا ولا لهنا، خاصنا نديو الوسط مع الوسط بحال هكا باش تجينا الرشمه صحيحه، نشد عاوتاني هنا صافي. دابا اخواتي هانتوما دابا من هنا من الميك راه تيبان ليكم، ما عرفتش واش باين ليكم نتوما، الخط ديال الرشمه فوق الخط ديال التوب غادي مقاد من لفي حتى الفوق صافي بحال هكا. دابا راه شدينا هنا في فنيته، غادي نهز بحال هكا الرشمه وغندخل البابي كربون هنا، واحد ما تيكفاش تيجي ناقص، غندير جوج اولا واحد، يمكن ليكم تقسموا على جوج، تندخلوه تحت الرشمه صافي. دابا غنزيد نثبت ثاني بواحد الفنيتات في هذه الجهه، ملي دخلنا دابا البابي كربون غير نديرو الفنيتات حتى من هنا، ونقادو يعني تكون الميكا مسرحه والتوب مسرح. دابا ملي نشد هنا نشد معايا حتى البابي كربون، ولكن نقادو هاد الشده مزيان غير باش ما تفاوتش لينا الرشمه على الوسط، صافي. دابا اخواتي غادي نطراسي هاد الرشمه كامله باش تخرج ليا في التوب، بالنسبه في الاول طراسيتو بستيلو ازرق، من بعد طراسيو بستيلو كحل باش يبان لكم الرشمه اللي دوزتو فوقها واللي ما دوزتوش فوق. انا المهم هذه مع رديجه رشمت بها، غادي نحاول باش نمشي من هنا ونبدا طالعه، نبداو بسم الله. بالنسبه لهاد الفين نقادوها بالمسطره باش تجينا مقاده، صافي. دابا نمشيو مع هاد الرشمه غير بشويه تندوزو عليها كامله،
هانتوما اخواتي الرشمه تقريبا راه واصله غير حتى لهنا، ولكن ضروري نديرو شي شويه زيت، يعني الا كان شي شويه زيت ملي كنكونو نخدمو الا بغينا نخليه كنخليه، ولكن الا بغينا نزيدو شي شويه هي فين تجينا صعيبه. المهم انا هاد الشويه هذا اللي هنا غادي غير نزيدو حتى نكون نخدم ونوصل ليه، الا ما بغيتش نكمل فيه الخدمه ما نكملش، على حساب القياس. كتبقاو تخدمو تتشوفوا القياس اللي نتوما بغيتو في الثوق كديرو. صافي اخواتي تقريبا دوزت على كلشي، ولكن لا بد ما نكون ناسية شي حاجة. صافي نحيدو الفنيتات ونشوفو الرشمة ديالنا كيفاش جات، نحيدو غير هاد الجهة ونخليو باش تلا صنا شي حاجة خاصنا نزيدوها. هانتوما نطلعو عليها غير بحال هاكا، هانتوما هنا ناسيه هنا واحد شويه غادي نزيدو. صافي نرجع هاكا البابي كاربون ونشوف اشنو اللي ناسيه. ناسيه هاد الكويره اللي كاينه هنا غادي نزيدها، غير نعاود ندخل البابي كاربون ونعاود فوقها. انا مازال ما حيدتش هاد الفنيتات، من الاحسن ما تحيدوهمش في الاول، خليهم حتى تطلعوا على الرشمه ديالكم واش هي هذيك كامله. هانتوما اخواتي صافي هي هذه الرشمه ديالنا. نشوفو هنا عاوتاني نكونو ناسيين شي حاجه، تقريبا هنا ما نسينا والو. صافي نحيد هاد الفنيتات. هانتوما اخواتي هذه هي الرشمه ديالنا، في حاله لصتو هكا شي حاجه عوجه ولا ناقصه زيدوها غير بالستيلو، ركب طراسي وغير بحال هكا تتقاد لكم في التوب. صافي اخواتي هانتوما غتردوا البال لهذا الخط واش غادي وسط الزواقه، هانتوما لاحظتوا راه تيبان الوسط. صافي تقريبا اخواتي هي ديال المرحله الاولى، وهي اللي شويه صعيبه، خاصكم تحطوا الرشمه تكون رشمه صحيحه. نشوف هذا الخط فين غادي، غادي هنا غنوصلو. صافي اخواتي هانتوما هذه هي الرشمه ديالنا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم ويكون مفهوم، وبالنسبه لنسيت شي حاجه اولا ما فهمتوش شي حاجه نعاود نشرحها لكم. غادي نوقفوا الفيديو هنايا، الفيديو الاول هو هذا ديال الرشيم، الفيديو الثاني ان شاء الله غنبداو في الخدمه. صافي اخواتي هادشي اللي كاين، ما تنساونيش من لايك للفيديو، اللي ما مشاركش في القناه شارك وبارطاجيو اخواتي القناه باش يعرفوها الاخوات اللي باغات يتعلموا. وشكرا لكم، بسلام عليكم، نتلاقاو في التتمه ديال هاد الرشمه.